محمد توفيق وهنا ابو القاسم، اربعه فراوده مهمين جدا على الارض في المؤتمر. نشوف اخر الترتيبات في قاعه المؤتمر الصحفي. مساء الخير استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اسمح لي في البدايه ارحب بزميلتي العزيزه هنا ابو القاسم، برحب بيك يا هنا. ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جماهير النادي الاهلي وعلى كل الناس اللي بتشوفنا من كل مكان، وحفل توقيع الشراكه ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول مصر ليكون شريك وراعي للنادي الاهلي والبنك الرسمي كمان للنادي الاهلي. استاذ ابراهيم، يعني كما وصفها النادي الاهلي، خطوه ناجحه في اولويات الاستراتيجيه الجديده للنادي الاهلي لتسويق حقوق التسويق الخاصه به بالشراكه مع الكيانات الكبرى اللي تليق بالطبع باسم وتاريخ النادي الاهلي، خاصه في ظل التعاون والتنسيق المثمر مع الشركه المتحده للتسويق الرياضي. بالطبع النادي الاهلي بيسعى من خلال هذه الشراكه استاذ ابراهيم لتعظيم موارده الماليه، خاصه لمواجهه الانفاق المتزايد سواء على انشطه النادي المختلفه او كمان فرقه الرياضيه، وبالطبع البنيه التحتيه اللي دايما كل يوم بنشوف ثمارها يا هنا. كمان بنك ابو ظبي الاول مصر يعني سعى لشراكه النادي الاهلي ليستثمر النجاح اللي حققه في السنوات الماضيه لتحقيق او الوصول لقاعده جماهيريه عريضه جدا، وهي النادي الاهلي وعملاء النادي الاهلي في كل مكان. هنا يمكن حفل كبير، حفل يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. عرفينا بقى وعرف كل المشاهدين الحفل النهارده ان شاء الله هيكون فيه ايه. اكيد طبعا برحب بيك في البدايه توفيق، برحب بحضرتك يا استاذ ابراهيم وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبننقل ليكوا حفل توقيع الشراكه بين النادي الاهلي اشهر واعظم نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، وطبعا بنك ابو ظبي الاول مصر. يعني سعداء جدا حقيقه، التنظيم على اعلى مستوى وبيليق بالحقيقه قيمتين كبار في مصر سواء النادي الاهلي او بنك ابو ظبي الاول مصر. كمان بقى خليني اقول لكم انه زي ما قال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، طبعا ان اسم النادي الاهلي اسم كبير وبيجذب كبار المستثمرين، وده طبعا على ارض الواقع بنشوفه ان النادي الاهلي بيقدم نموذج للكره والرياضه المصريه. يعني الحقيقه كلنا فخورين لانتمائنا لهذا الكيان العظيم. كمان بقى خلوني اكلمكم عن برنامج الحفل اليوم، وطبعا في البدايه هيبدا البرنامج بالسلام الوطني، وبعد كده هتكون الكلمة الرئيسية للنادي الأهلي هيلقيها كابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي، وبعد كده هينقل الكلمة الرئيسية لبنك أبو ظبي الأول مصر أستاذ محمد فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. بعد كده هيكون في التوقيع الرسمي اللي كلنا طبعا منتظرونه، هيكون من دكتور سعد شلبي وكمان أستاذة مريم السمني رئيس الخدمات المصرفية لبنك أبو ظبي الأول مصر. بعد كده بقى في الختام هيكون في فقرة كاملة، هيكون في أسئلة من زملائنا الصحفيين وهيرد عليها دكتور سعد شلبي. يعني الحقيقة برنامج مليء كالعادة، كلنا منتظرينه، شراكة عظيمة بتليق باسم النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر. يعني الأجواء مميزة جدا يا توفيق، ادينا بقى مزيد من التفاصيل. بالطبع يعني يا هنا، بالطبع أستاذ إبراهيم، شراكة مميزة جدا سعى ليها بنك أبو ظبي الأول مصر مع النادي الأهلي. زي ما هنا قالت الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب، اسم النادي الأهلي كبير قوي وجاذب، ويحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته. إن كان كابتن محمود الخطيب دخل نادي المئة بأهدافه، فهو ومجلس إدارته دخلوا نادي المليار بعقد رعاية غير مسبوق في مصر يا هنا، يليق باسم وتاريخ ومكانة النادي الأهلي اللي دائما وأبدا هو رقم واحد سواء في مصر أو أفريقيا أو الوطن العربي والشرق الأوسط. لكن طبعا أستاذ إبراهيم زي ما اتكلمنا، النادي الأهلي استثمارات عديدة سواء في الأنشطة المختلفة بفروع المختلفة، نادي بيمتلك أربع فروع، النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، بيتم فيهم يعني زي ما نقول مجهود أكثر من رائع وتحديثات بشكل كبير جدا. كمان بننتظر خلال الأيام القادمة افتتاح فرعنا الرابع بإذن الله في التجمع الخامس، وكمان ما ننساش هنا إن عندنا كمان فرع في الأقصر خارج القاهرة كمان. كل دي مصروفات كان لازم النادي الاهلي يسعى ومجلس ادارته لتعظيم المداخيل او الايرادات للنادي الاهلي، وده ان شاء الله بيتحقق من خلال اكبر عقد رعايه يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، ويحسب لكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره الاهلي، ويحسب كمان يا هنا لجماهير النادي الاهلي، الجماهير الاولى في مصر والوطن العربي. يعني اجواء مميزه، حفل مميز، حضور كمان مميز يليق بتاريخ ومكانه النادي الاهلي. بنك ابو ظبي واول مصر كل مجلس ادارته هيكون حاضر بالطبع الحفل، كمان من جانب النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره بالكامل موجودين، وان شاء الله نستمتع من خلال قناه النادي الاهلي ببث حصري لوقائع الحفل. يعني بنك ابو ظبي اكيد من كل اللي قلناه ده هنا اكيد عاوز كمان يستثمر شعبيه النادي الاهلي، يعني كلمينا اكتر كمان على بنك ابو ظبي الاول مصر. كمان خليني اقول لك يا توفيق انه اكيد هيكون في حضور لعدد من نجوم النادي الاهلي، واكيد زملائنا الصحفيين هيكونوا متواجدين في القاعه. يعني حدث طبعا بينتظره العديد من عشاق الكره والرياضه
الرياضه المصريه هيكونوا متواجدين معانا. كمان بقى خليني اقول لكم طبعا ان بنك ابو ظبي الاول مصر بيسعى للتوسعات والتطور زي ما انت قلت، واكيد مش هيلاقي شعبيه اكبر من شعبيه النادي الاهلي داخل مصر. يعني هو احد الاربع بنوك الكبار في مصر، عنده اكثر من 69 فرع، طبعا بيطمح في المزيد، فاكيد ما فيش افضل واعظم من النادي الاهلي عشان يستثمر فيه. يعني الحقيقه حدث مميز جدا وعظيم، وهو ده النادي الاهلي، نادي كبير دايما بيقدم نموذج يحتذى به دايما في الرياده وفي المقدمه، وزي ما قلت نموذج بيحتذى به جميع الانديه المصريه، ومش بس في مصر لا كمان في الشرق الاوسط وافريقيا. يعني هنكون معاكم زي ما قال زميلي توفيق، هيكون معانا طبعا لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وهننقل لكم الحدث لحظه بلحظه زي ما عودناكم دايما. يعني اجواء الحقيقه اكثر من رائعه ومميزه جدا. بالطبع يا هنا، بالطبع استاذ ابراهيم، الكبير دايما ما يجذب الكبار، والنادي الاهلي بقيمته وتاريخته وعراقته اكيد هيكون في شراكه مع كل الكيانات الكبيره، وحفل توقيع عقد شراكه ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول مصر ليكون راعي للنادي الاهلي وبنك رسمي. كل التوفيق للنادي الاهلي، ودائما يبقى النادي الاهلي في المقدمه. كلمه استاذ ابراهيم، اتفضل. شكرا جزيلا لمحمد توفيق وهنا ابو القاسم، والحقيقه اجواء رائعه جدا داخل قاعه المؤتمر الصحفي انتظارا لتوقيع عقد رعايه الاهلي مع بنك ابو ظبي الاول مصر.